السلام عليكم، رمضان كريم. مرحبا بكم خاوتي، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا نجاح من الفيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. شراء سيارة فيات 500 بالفاسيليتي للموظفين والتجار والمتقاعدين. كشف الرئيس التنفيذي لستيلانتيس الجزائر بوطهرة حكيم ان فيات عرضت تشكيلة كاملة تخص سيارات فيات حسب المعايير العالمية وحسب الاحتياجات، ويتم عرضها عبر 28 ولاية حاليا مع بلوغ 40 ولاية مع نهاية السنة، وان سعر السيارة ومواصفاتها قال المتحدث انه تم عرض اول سيارة فيات 500 بمحرك 1 لتر بقوة 70 حصان بكل معدات السلامة، تعرض بنسختين. تم اصدار طراز خاص بالاطلاق حيث ينطلق السعر من 263 مليون سنتيم باحتساب كل رسوم بما فيها رسوم تسجيل السيارة الجديدة، والثانية بسعر 293 مليون بكل الرسوم. سيارة فيات سانسون اكس بمحرك 1.4 لتر 140 حصان بعلبة سرعة من 6 سرعات ومعدات السلامة، وتعرض بنسختين، الأولى انطلاقا من 373 مليون باحتساب كل الرسوم، والطراز الثاني ب 406 مليون باحتساب كل الرسوم. أما عن شروط اقتناء سيارة من فيات، فقد حددت الشروط التالية: كنا السباقين بوضع فيديو يوضح عدة عروض الجديدة لشراء السيارة بالتقسيط الحلال من عدة بنوك جزائرية سواء كانت عامة أو خاصة، ونحاول الإجابة عن أهم الشروط المؤهلة للحصول على قرض مالي لشراء سيارة بالتقسيط الحلال. ما هي صيغة المرابعة؟ هي عملية بيع بثمن الشراء مضاف إليها هامش الربح معروف ومتفق عليه بين المشتري والبائع، البائع بربح معلوم.